عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مزيانين؟ شخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين صافا ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. مرحبا بكم فيديو جديد معنا. وهذا الفيديو جيت ندير لكم واحد الفيديو ما عمرني درته فلاشين، اللي هو العطور المفضله ديالي ولا العطور ديالي اللي كنستعمل، وغادي نوريكم كل حاجه كي دايره، وبحال هكا الا بغيتو تمشيو تشريو تعرفوا داك العطر واش زوين واش قاصح واش خفيف واش بزاف ديال الحوايج. الوغ البنات كيف ما كتشوفوا، هذا هو البلاطو ديال العطور ديالي، وهذو هما العطور اللي عندي واللي ديجا استعملت، وعندي عليهم واحد الدرايه. وبما انه انا ديجا يعني خدمت في شركه ديال العطور، فغادي نفيدكم بزاف من ناحيه ديال العطور ولي زانغريديون ديالهم وداكشي. المهم بقاو معايا. الوغ البنات غنبدا لكم بهذا العطر هذا. علاش اختاريت هذا العطر هذا؟ لانه هو العطر المفضل عندي انا من هاد العطور كاملين اللي كتشوفوا عندي. الا قلتي لي توب 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 اللي كيعجبك، غنقول لك هذا ديال ايف سان لورون ليبر غزال. انا عندي هذيك حيت كتكون وحده غالقه، الريحه البارفان اللي كيكون اللون ديالو غالق وحده كتكون فاتحه، انا عندي داك الغالقه. ما عرفتش بالسميه حيت صافي اصلا كانت جاتني كادو وكنت كنستعملها وطارت لي هذه، حتى هذه طارت. هذه كثر ما انها كتعجبني، كثر ما انها عندي جاتني كادو في العيد ميلاد ديالي، كنحمق عليها والريحه كتحمق. هي ريحه ديال البرد، قاصحه شويه، غزاله، كلاس 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 كلاس. ميمكنش نديرها وما يسولونيش على البارفان اللي دايره. كلاس، واحد الريحه وكتبقى وكتشد بزاف الحوايج. وهذه اللي قلت لكم عندي انا ديال الشتاء، يعني شتويه بحال هكا، شي خريجه مع اختك الكافي ولا شي بلاصه بحال هكا، غزاله غزاله غزاله. والريحه كي قلت لكم كتبقى بزاف بزاف. وغادي نجيكم على الثاني بارفان اللي هو هذا، غزال. شوفوا الباكاجين ديالو شحال زوين، كيف ما كتشوفوا القرعه كحله. هذا العطر من فيكتوريا سيكريت وسميتو نايت. هو الصراحه غير ديال لي نايت، يعني ديروه غير في الليل بحال فاش تجي تنعسي ولا فاش تكوني خارجه شي عشاء رومانسي مع راجلك. الريحه ديالو سكسي بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، حتى هو الريحه ديالو كتبقى. ونسيت ما نقول لكم باللي هذا العطر ديال فيكتوريا سيكريت خفيف، يعني عطر اللي سويت فخفيف، يعني ما غاديش يصدعكم، ما غاديش. غير هو كيكون فيه واحد لانغريديون كيحرك الشعور، فاللي معاك فاش كيشم داك الريحه، يعني فاش كنقول لكم هذا العطر سكسي بزاف، صالح البنات اللي مزوجات. فغادي نجيو على العطر الثاني، هذا ديال شغف ديال سويس عربيان، حتى هو معروف. ريحه كتكون في الاول كتعطي غير ريحه الكول، خاصها تبرد واحد شويه. هذا الصراحه فيه واحد النتيفه ديال العود، ما كيعجبنيش بزاف. كيعجبك اختي انت؟ هو خفيف بحال فيه الليمون، بحال فيه ليمون، يعني التشين ماشي الحامض. ما كيعجبنيش بزاف الصراحه هذا ديال الشغف. كاين الناس اللي كيعجبهم كيحماقوا عليا، انا لا. جربيها عود وعطيني رايك. كيف جاك؟ زوين، عجبني بزاف. بالعكس بحال فيه بحال فيه ريحه الحموضيه. لا فيه ريحه الحموضيه، خفيف شويه، ما عرفتش علاش انا ما كيعجبنيش. وغادي نجيكم على هاد الريحه ديال الحرفه، وغادي نخرج دابا على الموضوع. هاد الريحه ديال الحرفه من عند احمد المغربي، هي ريحه ديال الرجال، زوينه جذابه، وفيها واحد بحال كتقولي كتشمي سوفاج ديال الرجال. غزاله غزاله خطيره زوينه. هادو بالنسبه للبنات اللي بغيتو تشريو رجالكم شي كادو ولا شي حاجه، هادي حرفه كتحمق ديال احمد المغربي، وما قصحاش وما فيهاش، فيها واحد النتيفه ديال العود،
فيها واحد النتيف ولكن بحالي كتشمي سوفاج ديور ديال 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 الرجال. خطيره خطيره هذه بالنسبه للبنات اللي بغيتو تشريو كدويه هكا لرجالكم. عطيتكم فكره وصافي. وغادي نجيو لهادي سينما ديال إيف سان لوران حتى هي زوينه حتى هادي. غادي نشمها ونقول لكم اختصاصي. الله على ريحه هادي بحال اللي كتجيني الريحه ديال الليل. شي روايح كيجيوني غير ديال الليل ماشي ديال النار. هادي الريحه ديال إيف سان لوران حتى هي زوينه خفيفه ما فيهاش العود. ما عرفتش يمكن تكون فيها شي حاجه في لي زانغريديون ديالها ولكن ما فيهاش زعما العود. ما عرفتش فيها شي كتابه هنايا كتكون مكتوبه بحال هكا محفوره واحد الكتابه. الباكاجين ديالها زوين وخفيفه ما ثقيلاش. يقدروا يكونوا في لي زانغريديون ديالها العود ولكن هي خفيفه زوينه. كديريها الا كنتي خارجه معروضه شي عشيه هكا بحال عند صاحبتك ولا شي حاجه بحال هكا تقدري تستعمليها حتى المناسبات. هي ما كتضرش في الراس يعني ما خفيفه ما ثقيله. وما بغيتش نقول لكم على كل عطر نقرا لكم لي زانغريديون ديالو باش ما يجيش الفيديو طويل. دوزوا للريحه اللي موراها ونجيكم على هاد الريحه هادي ديال اولمبيا ديال باكو رابان. غزاله 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 زوينه الفخامه يا اختي. كيف ما دايره القريعه ديالها كيف ما القريعه ديالها فخامه حتى هي العطر ديالها فخامه غزاله غزاله بزاف. غير هي هاد البارفان شتوي. غادي نرش معاكم باش نزيد نتفكر. ريحه زوينه دافيه ريحه غزاله. في لي زانغريديون ديالها بما انه مكتوبين هنايا فيها الفانيلا فيها الياسمين فيها الفلور دو جينجمبر وفيها العنبر وفيها البواد كاشمير يعني كاشمير عود. غزاله غزاله غزاله. هي ثقيله صالحه للشتوى. هذه مثلا اذا كنتي معروضه لشي عرس كنحس بها ملكيه. كنحس بها ريحه ديال العراسات ديال شي ايفينمون اللي واحد الايفينمون اللي خاصك ديري فيه هذا البارفان ويقولوا لك شنو البارفان اللي دايره ولا يتشم انتي دايزه والبارفان ديالك كيتشم. عرفتوا كيفاش؟ فهادي كنصحكم بها غزاله غزاله بزاف. اولمبيا راها معروفه معروفه. وغادي ندوزو لبارفان خور وغادي نجيو على هاد العطر هذا ديال احمد المغربي بير العود. غزاله غزاله تا هادي زوينه. انا ما كتعجبنيش بزاف كتجيني شارجي بالعود. فيها العود بزاف فيها بحال كتجيني فيها الريحه ديال خشب الصندال ما كيعجبنيش بزاف. الغطايه ديالها ما عرفت فين مشات لي. كتجي على هذا الشكل هذا زوينه الصراحه ولكن ما البنات مثلا مالك البنات مثلا اللي كتجيني هذه ترشي لك انت لابسه عبايه كتجيني كتجي مع العبايات هذه عربيه. هادي واخا بير العود يعني الاسم ديالها ماشي شرقي يعني ماشي بالعربيه ولكن الريحه ديالها ريحه اللي هي عربيه 100% فيها العود. هادي ديال العود واحد العود اللي ماشي قاصح اللي كيضر في الراس اللي ما يقدرش واحد يستعمله ولكن ما بينو بين ما خفيفاش ولكن ما ثقيلاش. زوينه هذه. وكيف قلت لكم كتجيني هكا ترشوها البنات للشيله ديالكم ولا العبايه زوينه. وغادي نجيو على هاد لي بارفان اللي من الشركه اللي كنت خدامه معاهم ديال الراقي للعطور. هذا العطر ديال 2 ديسمبر كنعطاه لي مول الشركه صايبو خصيصا ليلي حيت غنقول لكم علاش. حيت هو العطر اول حاجه بعدا فيه 2 ديسمبر اللي هو العيد ميلاد ديالي وثاني حاجه العطر اللي كيكون في 2 ديسمبر عند الراقي للعطور ماشي هو العطر اللي اختاريت انا اختاريت يدير لي بلاك اوبيوم في العطر هذا حيت ديجا كيدير العطور طبق الاصل كتكون تقريبا ماشي تقريبا
كون تقريبا 90% بحال العطر الاصلي. فانا اختاريت بلاك اوبيوم هنايا غزاله صراحه كتعجبني. بلاك اوبيوم كتعرفوها اللي هي واحد الريحه سكري بزاف 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 زوينه. كنستعمليها كيلا كنتي خارجه مساريه مهم كي كتستعمل للطلعات ولا للخرجات. وغادي نجيكم على هذا العطر هذا اللي هو من روز كازان، معروف هنايا واحد الشركه معروفه هنايا في الامارات بزاف ديال الناس كياخذوا عليها العطور ديالهم. كانت في الاول رخيصه ولكن دابا ولات شويه غاليه. هذا سميتو سعود نور. هذا كان جاني كادو. غير هو ثقيل، عرفتوا داك العود؟ عرفتوا داك العود؟ العود وكي انا كيعجبني كنحماق عليه. شماتو هدى قالت لي لا 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 داك يحرقني في راسي. والصراحه الناس اللي ما كتستحملش العطور اللي مجهده غيحرقكم في راسكم، ولكن الا بقيتي رشيتيه في العبايه هذا لا. الا كنتي معروضه للعراسات، الا كنتي معروضه للعرس، الا كنتي معروضه لشي حنينه، الا كنتي معروضه مثلا ضرب صداق ولا شي ايفينمون بحال هكا، فخم بزاف 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 بزاف. عرفتوا الريحه؟ هي الريحه في الاول كتكون مجهده، ولكن في الحويجه ديالك كتشد. عرفتوا سيمانه كتشد لي في الحوايج في العبايه ولا شي كسيوه بحال هكا ولا هنا كتشد بزاف. كنلبس كنرش هاد الريحه اكثريه مع الكسيوات الا كنت ماشيه لشي بلاصه ولا العبايات كتشد بزاف. وغزاله غزاله عود 100% ما فيها حتى شي حاجه سكري ولا شي حاجه دالفاني ولا شي حاجه، كلها عود ولكن وكتعطي واحد الاحساس ديال بحال راكي مبخره. عرفتوا فاش كتبخري العبايه ديالك ولا كتبخري حويجاتك كتبخري الشعر ديالك هكا كتعطي واحد الريحه زوينه بزاف بزاف. ما يمكنش انني نرشهم يقولوا لي وما تشمش مورايا الريحه وما يقولوا لي شنو هاد الريحه زوينه بزاف بزاف. فاش كل ما عرفتوا كتقدم في الحوايج كتعطي واحد الريحه غزاله. وغادي نجيكم على واحد الريحه حتى هي ديال ريد روز كازان، معروفه هنايا حتى هي شركه تابعه لهاد الشركه هادي. او عرفتوا ما نقول لكمش هاد الريحه شحال فنه، ريحه فخويتي غزاله زوينه ديال ايربابورا ديال روز كازان. هادي واحد الريحه ديال هاد ايربابورا، هي براند عالمي يعني ريحه، ولكن هاد الشركه كيصايبوا لك عاود نفس الريحه كتبقى بزاف. هادي كدوم اكثر من 3 ايام في الحوايج، خطيره وريحه ديالها حليلوه. وما كاينش اللي ما يسولكمش على البارفان ديال هادي. بعد هادي فاش كنت خدامه في شركه ديال العطور كنا حتى حنا كنصايبوا بحال هاد الشكل. ما يمكنش يجي عندي شي واحد ويكون الذوق ديالو صعيب، اللي كنعطيه ما كيعجبوش، اللي كنعطيه يشمها ما كتعجبوش. اون فوا كنعطيه هادي كيقول لي هادي. عرفتوا حبيبه الجماهير؟ بعدا هنا في الامارات معروفه هاد ايربابورا، معروفه غزاله خطيره. والريحه ديالها كيف قلت لكم خفيفه وسكري وفيه كتعطيك واحد الانتعاش. وشنو بقى اخر بارفان اللي هو هذا البارفان ديال الجود جير ديال كارولينا هيريرا. هاد البارفان زوين حتى هو سكري كيعطيك واحد الاحساس. حتى هو كنظن حتى هو من هادوك العطور اللي شوفوا بعدا الباكاجين يا اختي كي داير خطير. حتى هدى اختي عندها بحالها زوينه حيت ديجا كانت شمتها عندي وعندها بحالها. كيف قلت لكم زوينه فيها فيها داك لي زانغريديون ديالها، فيها داك كيديروا واحد لانغريديون اللي كيكون كيحرك الشعر. ما يمكنش تكون رشا كارولينا هيريرا الجود جيرل وما ديريش
الله كتعطي واحد الاحساس بالدفء، واحد الورم فيها، واحد الورم غزال غزال صراحه، زوينه وكلاس كلاس. حتى هذه الكتي ماشي تلاقي خطيبك ولا راجلك عندك شي مثلا خرج انت وراجلك في شي رونديفو ولا شي حاجه، راكم فهمتوني. غزاله غزاله غزاله. وكانوا هادو هما العطور المتواضعه ديالي. لا قبل ما نسالي نجيكم على اخر عطر، اخر عطر هو هذا ارتو من عند الراقي للعطور. حتى هو كنت خديته من الشركه اللي كنت خدامه فيها. هذا العطر شوفوا بقوه ما كان حماق عليه، ولكن هذا العطر ديال ديما ديال تكوني انا هي كنكون في الدار بحال هكا جالسه، كنجي لقدام المرايه ولا هذا خصني نرش شويه من 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 هاد الريحه. بقوت ما كنرش منها بزاف توغزاله، واحد الريحه، واحد الريحه اللي حلوه عرفتو. تغسلت فمي، شللت فمي بالماء عاد قدرت نهضر، حيت فريمون كندوش بيها كتحمقني. ما خفيفه 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 بزاف، ما كتصدعش الراس. بالنسبه للانغريديون ديالها هي بحال تقولي دي بونبون، ريحه د لي بونبون، ريحه ريحه ما عرفتش غزاله بزاف، سكري خفيفه، فيها ما فيهاش كاع العود، حس العود ما فيهاش. معروفه باروان ارتو، ماشي اروان ارتو، معروفه بارتو ديال الراقي للعطور. الناس بحال هكا اللي كانوا هنايا وبغيتو تاخدوها خطيره خطيره خطيره، وغتشكروني عليها بزاف. تقدري تستعمليها استعمالاتك اليوميه، باش كنجي خرشه ماشي لشي انترفيو ولا شي حاجه كنبغي شي ريحه ما تصدعش الراس لي اونفاس لي، حيت هذاك لي اونفاس لي ما غاديش نعرف كيفاش غادي يشم هاد الريحه. فكنبغي شي ريحه اللي تكون هكا كتعطيك واحد الاحساس ديال الاناقه، الاحساس ديال النقاوه، الاحساس ديال الرائحه الطيبه كيف كنقولوا حنايا. فكيف قلت لكم هذه ما كتخطانيش الصراحه، وغربت سلالي فغادي نمشي ناخذها. هذه 50 امل غزاله غزاله الصراحه، كنحمق عليها. وكنت جبت منها حتى معطر ديال الفراش، عرفتوا خطيره خطيره. كتخلي واحد الريحه في الدار، واحد لا سونساسيون كتحمق، كتعطيك واحد الاحساس زوين صراحه. هذه درت عليها بزاف حيت تستاهل. كيف قلت لكم كنستعملها لي زانترفيو فاش كنكون ماشيه بحال هكا غير نتسخر لشي بلاصه، عندي مثلا غنمشي غندفع السافيات ديالي، خارجه ندير التقضيه ديال الدار ديال السيمانه. المهم هذه ديما هذه عندي محطوطه، هي الاولى محطه على القدام، هي اللي كنغسل بها اختي، ماشي كنرشها كنغسل بها، ولكن تستاهل خطيره خطيره خطيره. راه كاين فيها حتى العطر ديال الفراش، كنصحكم تاخدوه حتى هو زويون. وكانوا هادو هما العطور المفضله ديالي. كنتمنى نكون فدتكم، كنتمنى تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش تابوناو في القناه الا كنتم مازال ما مابونيش في القناه، وما تنساوش قولوا لي في لي كومونتير واش عجبكم العطور ديالي، وكيفاش الا كنتم مجربين العطور بحال اللي عندي ما تنساوش تقولوا لي واش كي جاكم الذوق ديالي في العطور. وواحد الحاجه البنات قبل ما ننسى، عندكم ريحه ديال الفاني كلاس، كتكون كلاس 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 الريحه ديال الفاني، ولا اي ريحه فيها لانغريديون ديال الفاني. عندكم الريحه اللي كيكون فيها العنبر، انا وحده عاشقه العنبر، كنحماق على العنبر. المسك شويه يعني ماشي بزاف، ما كيعجبنيش المسك 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 داك القاصح، كيعجبني المسك. عندي شي عطور ديال المسك خطيره، كيكون فيهم لانغريديون ديال المسك خطيرين بزاف. شنو اخر كنكره شي حاجه سميتها الياسمين ولا جاسمين، ما كيعجبنيش في العطور، ما كنحملوش في العطور، كيجيني بحال ريحه الزهر، كيجيني بحال ريحه، المهم واحد الريحه انا ما كنتقبلهاش وما كتعجبنيش. شنو اخر، المهم هادو هما لي زانغريديون اللي الا لقيتهم شي بارفان ف غادي يكون زوين. ولا زعما الا لقيتوهم في شي بارفان غادي يكون زوين. عندكم تفكرت حتى الريحه ديال لو بوا ديال الخشب، خشب صندال، حتى هو شويه يعني ماشي واو، ولكن حتى هو زوين. خشب الكشمير ولا الكشمير عود ولا الكشمير كيعطي واحد السونساسيون زوينه
في العطور. فهذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى تعجبكم لا فيديو، وكنقول لكم السلام عليكم، نتلاقى في فيديو جاي ان شاء الله، وان شاء الله عاوت مع عطور ثانيه ولا مع فيديو اخر تصور لكم هدى العطور المفضله ديالها. وانا كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، نتلاقى في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.